هذا البرنامج كوميدي ساخر، هدفه الأول والأخير هو أن تضحك. كل الشخصيات والأحداث الواردة في مشاهده هي من خيال فريق الكتابة، حتى وإن تشابهت مع الواقع. نؤكد على جزيل احترامنا لكل المشاهير الواردة أسمائهم في البرنامج. هدفنا ليس التقليل من شخوصكم، وإنما السخرية من أخباركم. وتناولنا لأخباركم بشكل ساخر هو دليل على وصولكم لما كان تستحق الاهتمام والمتابعة. لذا نقدم خالص الاحترام لما وصلتم إليه من مكانة. ثانياً، ولتقبلكم لحس الدعابة أولاً. انت اللي فوق يا جيرسه والغسل بينقط علينا. جرى ايه يا منال؟ ما احنا بقالنا اسبوعين مستحمين الخبط والرزع اللي في شقتكم. واحنا بنهبد ونرزع ليه يا حبيبتي؟ مش عشان نركب تكييفات ونقفل الشبابيك اللي موريانا خلاقه والعكره يا عماره غم كده؟ طب والله من رمى الغسيل يا منال. انا داخله الراجل يا عقربه اللي ما بيعيش ليكيش راجل. انهي راجل فيهم يا حبيبتي؟ جوزك ولا سامح الصايع اللي انتي مرافقاه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ستي منى؟ ها؟ لا انا ما اسمح لكيش. سامح مش صايع، سامح ولد مهذب وعلى خلق. انا بقول اللي انا شفته يا حبيبي، مراتك ماشيه مع واد سامح الصايع اللي ساكن في الشقه دي. ايه يعني؟ والله ابدا. انت بتعملي ايه في شقة سامح يا زبالة؟ والله لا اطلب لك بوليس الاداب. اداب؟ لا ده كار. يا عيني يا رجالة، انا لو كنت منك لو كنت ثلاثة قتلتهم كلهم. ايه طب والله ايه؟ والله ايه؟ لا اشرب من دمك. يا لهوي مالك يا عم الفنباء؟ خد تعال. مالك في ايه؟ زعيق 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 زعيق. مالك انت ليك عين تتكلم يا ابن الكلب يا واطي؟ ابن كلب؟ طب لو ذكر تيجي هنا وانا اعرفك مين اللي ابن كلب. ده انا اشرب، ده انا ارتكب في الجنايه يا عم. روح ادي اخرتي الجيره القذره، لما واحده تسكن جنبي واحده سيئتي السمعه. مين قال سمعه؟ ازيك يا سمعه؟ اهلا. ازيك؟ شفتي اللي حصل لبيتي سهى مرات الدكتور منتصر؟ ثانيه واحده، منتصر اصلا مش دكتور، منتصر مهندس. يا كل انت سايب المبتدا وماسكني في الخبر. بقول لك ماشيه مع راجلين، بتخون جوزها مع الواد سامح الصايع ده. هو ايه؟ والله ابدا. انت عارفني، انا بتاعتك انت بس. يا بيت بتاعت مين يا بيت؟ بتاعتك انت يا حياتي. ايه ده؟ يبقى كلامنا صح بقى. يوبا معلش بقى. كلام ايه يالا؟ بيقولوا منتصر دكتور. منتصر جصها؟ يا ابني ده مش مهندس قد الدنيا. انا محامي وهسجنكم كلكم يا ولاد الكلب. العمارة اتجننت يا جدعان، البنت مرافقة اتنين على جوزها. انا مش هسكت على الموضوع ده. يعني سهى تروح تصاحب سامح ده اللي ابن الابن؟ اقطم يالا اقطم. لو راجل تطلع هنا. لا والله والله لا اقتلك واقتله واقتلها واخش فيكم كلكم في جهه واولع في جتتكم يا ولاد الكلب. كده ما فضلش غير سعيد. يا سعيد يا سعيد يا بايه. ايه يا جدعان في ايه؟ البنت سهى مرات منتصر الدكتور ماشيه مع سامح وسمعه سوا سوا. ايه اللي بتقوليه ده يا وليا؟ سهى لا يمكن تخوني مع سامح وسمعه. والله ابدا. ايه يا سعيد؟ قال ايه اللي انت لابسه ده يا راجل؟ خش جوه دلوقتي يا سعيد. انت بتستغفليني بعد ما احتويتك واعتبرت ابنك ان هو ابني انا؟ والله ابدا، ده الواد بيحبك كانك ابوه بالظبط. هو حد عارف له اب؟ تعال لي يا عمور. ايه ده؟ ايه ده؟ تعال يا حب قلبي. ايه ده؟ يا واد يا ميدو يا ميدو. ايوه يا ماما. بتعمل ايه عندك يا واد؟ عمو صلاح قال لي اقعد جنبي واجيب لك ايس كريم وفطار. اطلع يا واد من عندك اطلع. حاضر. يا رب خير يا رب. يا ترى مين قتل التاني؟ اخيرا اخيرا انتقمت لشرفي وغسلت العار بايديا. لسه الدور عليكم كلكم. هما كم واحد يا ست منال؟ بعد ثلاثة ما بقتش اعدي يا اخويا. سامحني يا ابو ميدو. ابو ميدو هقتل العمارة كلها بسببك يا بنت الكلب.
قسطة بتخونني مع مين تاني يا سهى؟ مع القاهرة. في ساتردي نايت بالعربي. انا مبسوطه قوي قوي ان انا هنا معاكم النهارده، طبعا عشان الكوميديا ولعب الشخصيات المتنوعه. حلوه المتنوعه دي. طبعا المسرح ابو الفنون، والفنون كلها في حلقه واحده متصله، من دراما لكوميديا لغنى لفن، وكل ده طبعا طبعا بيرسم البسمه على وجوه المشاهدين. يعني قلنا خلاص الكلام بتاع التلفزيون. اقول لكم بقى بصراحه انا جايه هنا النهارده اقول الحقيقه. يعني بصوا يا جماعه، انا النهارده زي ما يعني الغالبيه العظمى عارفه ان انا ما عملتش اي مسلسل في رمضان السنه دي، وعلي قصات كتير جدا يعني بصراحه. يعني ف البرنامج فرصه كبيره يعني عشان ادفع جزء من اللي عليا، يعني الله اكبر من عينيكم. ما علينا، انا عشان اقول بصراحه يعني عندي قصه العربيه، عندي ايجار البيت، مصاريف المدارس طبعا، يعني اقساط كتير جدا، يعني مش عارفه اعمل ايه. الاقساط هتجنني يا جماعه، الاقساط هتجنني يا جماعه. بابا بابا ثواني وراجع لكم تاني.
مش مصدقه ان انا لقيت مكان في كلاس نيرمو بجد. لا انا لقيت بقى مكان في اخر لحظه على الويتنج ليست، الحمد لله اللي كانت حاجزه ماتت. لاكي. هاي جيرل. هاي. انا ما اعرفش if all of you know me ولا لا، انا نيرمو دبل او. For those of you who follow me on Instagram, أكيد كلكو. أنا عندي 20,000 follower على Instagram. عندي في الدي ام 400 ممكن نتعرف. وعندي 232 إيه القمر ده؟ وواحد قال لي كومنت ربنا يهديكي، طبعا عملت له بلوك. عايزين تبقوا زيي؟ شور. صعب جدا. بس ممكن نحاول. أول حاجة لازم تعرفوها السيلفي، السيلفي السيلفي. نرمو طب ممكن سؤال؟ شور حياتي اتفضلي. دايما بشوف سيلفيز مع ناس كتير في أماكن حلوة تجنن كول كده، بس ما عنديش وقت أروح الأماكن دي، أعمل إيه؟ كلاسيك، وليها حل من غير لا سفر ولا شحطتها. قولي لي أنتِ ساكنة فين؟ امبابا. جميل، حلوة أوي. بصي بقى، بدور على أي عمارة بتتبني جنب البيت. كول. بقلع شوزي، احط رجلي في الرمله، اخد صوره سيلفي، هاشتاج بحر، هاشتاج سيف، and it's done. ايه ده ايه ده؟ بس انا عايزه اسافر بجد واتبسط. ايه ده؟ معاكي 10,000 جنيه تسافري؟ obvious. عندك عربيه بي ام اكس 6 تسافري بيها؟ طبعا. تعرفي تاخدي يوم اجازه من شغلانتك الكحيانه اللي بتقبضي فيها 1000 جنيه في الشهر؟ لا. خلاص بقى، يبقى تقعدي بقى في الحمام تحطي لنا صورك السيلفي. خلاص يا ماما ما بقتش تاكل. alright. طيب نرمو ممكن اسالك على حاجه؟ انا بطلع رفيعه قوي زي زعزعه القصب كده، سو لي ممكن تقولي لي اعمل ايه؟ حلك عند نرمو. ايه ده؟ استنوا، ده كتف الحنين، كتف الاحتواء، بنمسكه نتصور بيه وبعدين بنخلي الناس كلها تحس ان كان في حد معانا في الصور بس احنا اللي قصيناه. لازم تحسسوا كل الناس ان انتوا عندكم ناس كتير في حياتكم بس انتوا بتقصوهم. واو. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. واو ايه بس، انا عايزه يبقى في ناس حقيقيين في حياتي. ميسا فينج. انتي مشكله ومزعجه ومتعبه قوي. بصي حبيبتي، انتي في حالتك دي لازم هتستني بقى فارس الاحلام لحد ما تبقي كرمشه وعجوزه وأوبيسلي وحيده، وانسي بقى اللايكات. وطبعا مش هديكي الكتف السفنج بتاع نيرمو دبل او. Forget it. ايه طيب نرمو بليز، معلش انا كنت هسالك على حاجه ثانيه. انا بطلع وحشه قوي في الصور، انا مش عارفه اعمل ايه. يعني الصور هتجيب حاجه من بره، دي خلقت ربنا. المهم تعالي. يعني ما فيش حل؟ لا في في، تعالي. اه في هنا كده. بصي بقى الزاويه اهم حاجه. فاين. Look at me. واو. انتي انتي يمين، دايما بتصور من الناحيه اليمين. يس ثانك يو. اوكي انتي شمال طبعا. طب وانا استني عندك. انتي وشك عريض قوي، دايما بقى تتصوري من فوق هليكوبتر كده، هليكوبتر عشان السداخ دي محدش عايز يشوفها خالص. مش ممكن. خلاص we covered the face. Okay. Now we covered the body. Okay. تعالي اقفي وريني لو هتتصوري تقفي ازاي. افردي وشك كده عشان. برافو. ازاي تتصوري كده يعني؟ ايه الوقفه دي؟ الكومتريه دي حبيبتي محدش عايز يشوفها خالص. يعني اتصور ازاي؟ يعني اعمل ايه؟ المحصورة بقى. نعم؟ يوه، انتي لو عايزة تعملي بيبي هتقفي ازاي؟ جامد قوي، مزنوقة جدا. برافو برافو، هي دي. دايما بكون عايزة اعمل بيبي في الصورة، دايما. يلا معايا معايا، رجلي الشمال فوق رجلي اليمين. اوكي. وتتني كده، ايوه، ازوي الحوض. برافو. وتاخدي الصوره، ضمي البوز وترجعي مكانك. برافو. 1 2 3 بيبي وروني. برافو. ولو عايزه تعلي بقى تعملي بقى ايه؟ الفلامينكو. بالانس يور سيلف جيرلز. مش ممكن.
هشتغل كتير على البالانس المهم. خلاص هنبدأ الكلاس. يلا مزيكا سوا مع بعض. 1 2 3 4. تليفوني في ايدي، ضمي البوز، اخد البوز، ايدي مثلثات مثلثات مثلثات. برافو. 1 2 3 4. ضم الرجل، اعمل محصورة، وطي القورة، خدنا الصورة. 1 2 3 4. اتني الكوع، شيلي الشنطة، نطي النطة، بوز البطة، خدنا الصورة. 1 2 3 4. اتني الركبة، ضمي الشفة، وطي بخفة، ايدي كده، بوزي كده، اخدنا الصورة، وارجع كده. برافو. 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 نرمو ممكن سؤال؟ الصورة الجماعية بقى نعمل ايه؟ انا ما بحبش بسهوله وابتديت احبك. You're so smart. I love your questions. بصوا بقى، لو في حياتك واحده ارفع منك obviously لازم تقطعي معاها فورا. بس دي صاحبتي. هي لو صاحبتك هتقبل ان شكلك يطلع فيها وحش في الصور؟ I don't think so ever. She envies you حبيبتي، تقطعي معاها حالا. اوكي خلاص سيلفي سوا؟ يس سيلفي كلاس. يلا 1 2 3 4. المحصورة، وطي القورة، بوزي كده، اخد السيلفي وارجع كده. يا yeah. أهلا بكم في أهم الأنباء، معكم خالد منصور وأنا شادي ألفونس. الآثار تعلن فتح المتحف المصري ليلا لتنشيط السياحة وتجاوز أزمتها المالية، وبكده حتى توت عنخ آمون هيشتغل شفتين زي أي مصري. أبا عن جدا يعني. المنتخب الروماني يضع معادلاته معلش آسف. المنتخب الروماني يضع معادلات حسابية على فانيلته لتشجيع الطلبة على الرياضيات، واتجاه لوضع صور كيم كارداشيان لتشجيع الطلبة على دراسة الأحياء. نجيب ساويرس يطلق مبادرة إيه حكايتي النهاردة؟ مسين سانكيو تاني. نجيب ساويرس يطلق مبادرة لإسعاد 90 مليون مصري. بص أنا عندي خطة، انت نجيب ساويرس واحنا نجيب نسوان، هنسعد 100 مليون يا سيدي. موقع روسيا اليوم تعرف على فوائد حبوب منع الحمل. هو الصراحه اهم من فوائده هي عيوبه، وده انه ساعات بيفشل. شكرا شادي. منظمات سوريه ترصد مكافاه لمن ياتي براس احمد ادم. مكافأة؟ أضخم اللي بيدفع للجمهور عشان يضحك؟ ما أظنش، نص ميزانية البرنامج بتروح على الضحك والله. شوف مش زيكم الجمهور. اتشي جمهور طبيعي، اتشي اتشي جمهورة جميلة اتشي. خفير حاليا وحرامي سابقا يقول ساعدوني آكل بالحلال وإلا هرجع أسرق تاني وثبت الناس. ومعنا للتعليق على الخبر الخفير حاليا والحرامي سابقا عواء التايب، رحبوا بيه معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يخليك يا باشا. ايه بقى عم حكايتك عم عواء؟ يعني كلامك ما تعرفش هو طلب مساعده ولا تهديد ولا ايه بالظبط؟ بص يا باشا انا هقول لك، انا هقول الموضوع ابتدى لما ابويا الله يرحمه يعني مات وسابني مع مراته اللي هي مش امي اصلا، بس الحمد لله يعني الست دي خدتني وربتني زي ولادها بالظبط. بسم الله ما شاء الله. منها لله، ورتني ايام سودة. انت مش لسه قايل كنت زي ولادها بالظبط؟ ما هي كانت ولادها. لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين يعني مفيش بقى يا باشا، ابتديت يعني لقط رزق كده لحد ما في راجل ابن حلال خدني شغلني معاه في الدكان بتاعه، والحمد لله يعني في من شهر بقيت ايه زي ما تقول كده دراعه اليمين، وزي ابنه بقى بيستأمني على فلوس المحل. بسم الله ما شاء الله. قمت سارق المحل. سرقت المحل بقى وصرفته على المخدرات والكيف يعني. حول ولا قوة الا بالله. طب وما صعبش عليك الراجل يعني تعيشه مقهور كده؟ لا طبعا يا باشا، طبعا صعب عليا. ما حسيت بالذنب رجعت قتلته وهو نايم.
ايه ده؟ طب قتلته ليه؟ يعني هرديك يا باشا يعيش فقير طول عمره بسبب يعني بسبب الأمانة يا باشا يعني الحادثة غيرتني كتير الصراحة. الحادثة غيرتك؟ اه والله. ازاي؟ أصل الموضوع كان السبب وراء إن أتوب يعني وأتدين، وفي ناس كده ولاد حلال في الجامع خدوني معاهم وبقينا صحبة كده يعني مع بعض. ما شاء الله والله بسم الله ما شاء الله. ما طلعنا كده طلع والبوليس قبض علينا. قبض عليكوا ليه بالظبط؟ بيقولوا عملية إرهابية يعني. كده. لا حول ولا قوة إلا بالله يا إبني. بس بقى باشا دخلت السجن بقى هناك اتعرفت على ناس جدعان فهموني بقى إن السكة اللي أنا كنت فيها دي غلط ودلوني على الطريق الصحيح. بسم الله مش أيوة بقى إيه الطريق بقى؟ الحشيش. بص حضرتك عرفوني بقى على موزع كبير وبقيت شغال معاه ديلر بقى، بس أنا برضو حبيت أكفر على ذنوبي ورحت فتحت دار أيتام. تمام دار أيتام الحمد بسم الله ما شاء الله. فاكر الراجل اللي أنا قتلته؟ آه. مع عياله شتمت طبيعي خدتهم سرحتهم في الاشارات برضو يلموا ايه يعني يعملوا حسن احنا باشا الحمد لله. يا ابني انا بقيتش فاهم انت عايز ايه، انت جاي تساعد ولا جاي تهدد ولا جاي تعمل؟ بص يا باشا انا عايز اوجه رساله لذو القلوب الرحيمه. كده هنا اهو ماشي. فين انهي كاميرا؟ على طول وشك للكاميرا. لو ما جاش دلوقتي حاله مساعدات وتبرعات فئات صغيره غير مسلسله المذيع ده هيزعل وهيموت. تبرعات ايه؟ انت عايز كام؟ منتج غني وهيدفع لك. منتج غني؟ اه. عايز 150 جنيه. غور يلا غور يلا. طب استنى استنى. زود عليهم 100 بتوع المواصلات يبقوا 250 جنيه. خد يا عم هم. والله العظيم؟ خد يا عم والله اعتبرهم زكا والله. والله لا طب ها. حيوا معانا يا جماعه. حيوا معانا الراجل ده يا جدعان. سلام يا بيضا. شاب يفتتح محل عطور وحلول اجتماعيه ويلقي رواجا شديدا. معانا للتعليق على الخبر صاحب المحل ريكو، حيوه معايا يا جماعه ريكو. اهلا وسهلا استاذ ريكو. اهلا بيكو. اهلا بيكو. اهلا وسهلا. ها بقى احكي لنا بقى عن فكره محلك يا ريكو. هو في الحقيقه الفكره عمرها ما تتشرح نظري خالص. عشان صعبه يعني؟ لا عشان انا خلقي ضيق. بص انا جبت لك دلوقتي ثلاث انواع سبريز عشان هنجربهم مع بعض، نظري منها ان احنا نوري الجمهور ومن انا اوريك انت شخصيا يعني. اذا انت جاي ترش الاستوديو. بص انا دلوقتي يعني خلينا نبتدي بالاختراع الاول معايا. السبراي الاول معايا هو السبراي انا مسميه ان هو بيغير الموضوع. بيغير الموضوع جدا. طب ازاي كده وريني مش فاهم. تعال نجرب يعني. مثلا دلوقتي انا قاعد في قاعده سي انها رزله. فدلوقتي مثلا انا عايز اغير الموضوع، تعال نجرب مع بعضينا هنقول تمام. تعرف قميصك حلو فشخ على فكره يا مان. شفت ايه ده؟ شفت ايه؟ يا ابن اللعيبه. عيب. دلوقتي بقى السبراي التاني اللي انا عايز اوريه لكم هو سبراي اسمه سبراي النسيان. نسيان؟ ده شغال بجد؟ اه طبعا. شوف كده. نسيان؟ ده شغال بجد؟ اه طبعا. شوف كده. نسيان؟ ده شغال بجد؟ لا مش فاضي. بسرعه بس. قميصك حلو فشخ. ربنا يخليك. قميصك حلو قوي. شفت قميصي؟ وده بقى هيكون اخر سبراي معانا النهارده، انا هوريهولك. عموما اخر سبراي ايه؟ مفيش حاجه مش فاضي اشرح لك. بص ده سبراي انا يعني بستخدمه في ان انا لو عايز ابدل الشخصيات. بدل شخص؟ ايوه بقى ده. بص لازم تجربه عليا، انا ممثل وهعجبك فشخ. اوكي تعال نجربه. بص احنا هنعمل كده وبعديها هنروح عاملين كده. اوكي حاسس بحاجه؟ لا مش حاسس باي حاجه. حي معايا ريكو يا جماعه. ميرسي ميرسي. شكرا. وكانت هذه أهم الأنباء، كان معكم خالد منصور وأنا شادي ألفونس. تصبحوا على خير. ماشي يا ماما. ده بقى معاك كمل جميلك. ماشي شكرا. نورتينا يا ماما. حضرتك بس اتحاسبي هناك. هنيا. يلا يسلم والديك. يسلم والدي. بالسلامة. بالسلامة يا أمي. مساء الخير. مساء النور. كنت عايز أبص بص على المسدسات بعد إذنك. حضرتك أول مرة تشتري مسدسات مش كده؟ ده حقيقي. أعرفكوا. البداية المثالية بريتا إيطالي الصنع، خزنة 9 لحد 12 طلقة، خفيف وفي نفس الوقت متين. اتفضل حضرتك قيس. وحش وحش. طب انت ايه رايك؟ تلبيسه تحفة عليك يا فندم. طب ويا ترى استخدامه برضه سهل ولا هيعقدني؟ يا فندم حضرتك لو حابب تستخدمه جربه دلوقتي حالا.
اشكان عينت مسدس بسرعه. اتفضل يا فندم. ممكن نجرب. افندم. ايه يا فندم؟ خايف على العينه؟ لا انا ممكن بس يعني عشان انا لو ما جبتش فيه طلقه حاجات تتكسر او كده يعني. يا فندم كسر براحتك، المكان مكانك. تمام. يلا نفرد ايدينا بس اسفل منتصف الهدف. يلا اسمع احلى بوم. اوبا جميله. ضيق قوي على اصبعي بجد. مش هينفع. لا لو ضيق نشوف حاجه تانية. يا ريت. القوة زوراكي انجليزي الصنع زي البريتا بس اخف منه شويه. ممكن نجربوه. مش عارف حاسه ماسك شويه. بعد ضحيتين ثلاثه هتلاقيه ريح معاك. طب هو مفيش منه الوان تانية؟ طيب في منه جولد وفي منه السيلفر. طب احنا ممكن نجربه برضه، انا حاسس انه ممكن يكون احسن من ده. نجربه. اشجان عينت مسدس تاني. اتفضل يا فندم. يلا اسمع احلى طخ في الدنيا. اوبا جميله جميله. حلو. بس الفكره بقى ان انا دلوقتي عندي مزرعه، جايز ان في عصابه مثلا تطلع عليا عددها 7 8 وات ايفر. هل انا مضطر بقى ان انا اجيب 7 8 مسدسات عشان اعرف ارد عليهم؟ حلك عندي. ده رشاش فيه اكتر من 150 طلقه، يعني لو فكروا يهوبوا ناحيه حضرتك هيموتوا على طول. اتفضل حضرتك. طب ده انا ممكن اجربه. جرب. طب مش هتنادي على اشجان؟ اه اشجان عينت مسدس 5 على 18. رشاش تعبها الكشري قوي. يلا اسمع احلى تتتتتتت. عاش قوي. بس من غير بس يا فندم، في اوفر النهارده بس، سحب على طياره اباتشي لو حضرتك اشتريته. طب بص، هو انتوا بتقفلوا الساعه كام؟ بنفتح لحد 12 والعينه بتنام من 11 ونص. طيب جميل. بص انا هاخد لفه هنا وهاجي تاني. انا طمنت المكان. اتفضل يا فندم محلك. شكرا جدا يا زوق. محلك يا فندم. محلك محلك. اشجان يا اشجان. واحد نسكافيه سكيمد ملك ونضفه قدام المحل وعمال اقول لك تا 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 تا. سيدي مارك أنطونيوس، لقد أبليت بلاء شديدا في الحرب. ولكننا خسرنا. لا عليك سيدي، إنها كبوة وسنقوم منها. المهم ننام ونرتاح، فقد أمامنا حرب جديدة لنخوضها. اذهبوا الآن وناموا في أحضان زوجاتكم، فأمامنا 7 سنين أخرى من الحرب. لا لو كان كده بقى يبقى تشاو بيلو. تشاو بيلو. تشاو يا كليوباترا، يا كوكي، يا كيلو. ايه كيلو دي؟ وانت بتنادي على كيلو طماطم؟ وبعدين الدوشه اللي انت عاملها كده على طول زيته وزمبليطه، مش عارف الساعه كام في ايدك؟ حبيبتي 7 سنوات من الحرب الضروس، كم اشتقت اليكي. في الريحه دي الزفاره حبيبتي، دي ريحه دماء الاعداء. وريني كده. اوف دي ريحه طلاينا. ما هي مختلطه بريحه دماء جنودنا الشجعان. تبقى خسرت تاني. ما تقوليش كده، دي خسارة تكتيكية. اهو مرة خسرنا تكتيكي ومرة استراتيجي، ولا في مرة دخلت عليا كده وفي ايدك سبايا ولا مكاسب حرب؟ القرف ده. لقد خسرنا الحرب ولكننا لم نخسر المعركة. يعني 7 سنين راحوا هدر؟ مش كفاية وعدني تغير مراية النيش قبل ما تروح الحرب؟ بقى لها 7 سنين مكسورة جابت لنا الفار يا مارك.
حاضر يا حبيبتي اغيرها بكره ان شاء الله. ايه بكره دي فيها 7 سنين كمان. بعدين انا عايزك تكلم امين محط السباك عشان حمام القصر بينقط. عينيا يا حبيبتي حاضر اكلمه لك. حاضر استنى واعمل حسابك تكلم مامي. جايه بكره بدري لازم تكلمها تقول لها الحمد لله على سلامتك يا ماما، الحمد لله على سلامتك، جايه من الجونه عامله حادثه بالباجي. ايه يا وليه ده حرام عليكي بقى، قاعده تقولي لي غير وركب واعمل، بقول لك بقالي 7 سنين بحارب وانت جايه تقولي لي دلوقتي اعمل وتسوي. انا بعمل كل ده عشان مين يا كوكي؟ مش عشانك. فرحتي بيك وانت بتحارب 7 سنين وراجع لي زي خيبتها. كليوباترا انت ما بقيتيش سبورتيف خالص على فكره. انا مش سبورتيف. طب اقلع بجد. ايوه بقى يا كليوباترا انت يا كوكي يا بوكس يا سوبر. انت يا روح مخك راح لي فين؟ هات انا بقول لك اقلع عشان نقع الملون هنشره الصبح، ولا عايز ترجع الحرب دي بهدوم الحرب الوسخه؟ ولا هيروحوا يتخطب في القاده تقول لهم ايه؟ كليوباترا ما بتعرفش تنظف؟ يا وليه غسيل ايه يا وليه وتنقعي ايه؟ بقول لك بقالي 7 سنين ما شفتش جنس حرمه. ما تيجي اما احكي لك على المعارك. سلام يا اخويا. قال يا واخده الروماني على معاركه، بكره تيجي واحده غيرك تشاركه. ويا مأمنه لديل الطلياني، بكره يلعب بديله تاني. انت هتفتحي السيره دي تاني؟ هفتحها تاني وتالت ورابع. هو انت لسه شفت حاجه؟ ما انت واخد عليا اسمها ايه دي اللي ما تسمى لانسر دي؟ اولا اسمها اوكتافيا، ثانيا انت اللي واخداني من عليها، انا كنت متجوزها هي الاول على فكره. ايه ايه نعم هي الاول والنبي، وهي الاولانيه دي هي اللي بتصرف على حروبك كده من الاول للاخر؟ هي اللي بتغسل لك؟ هي اللي بتكوي لك؟ هي اللي بتنضف لك؟ هي اللي بتستناك تيجي من الحرب تنكد عليها؟ طب انت فاكر لما سلدت لك الاساور الذهب بتاعتي عشان الحرب الاولانيه؟ ولا الكيلادة بتاعت رمسيس الثاني اللي رهنتها عشان حرب البطالمة؟ انت قلت لي هتجيب لي غيرها وما جبتش حاجة. انا خلاص خلاص ما بقتش عندي حاجة اروح بيها الحياة الأخرى. يا خيبتك يا كليوباترا، لا دنيا ولا آخرة. انت بتعايريني يا كليوباترا. وسع كده وسع من وشي، حتى مصانع السيراميك بتاعتي والسجاير جبتها الارض وضيعتها. صدقيني هكسب الحرب دي واعوضك عن كل الايام الوحشه. هلبسك الصيغه من هنا لهنا يا بت. بقول لك ايه؟ ما تيجي نكتب اسامينا في كتب التاريخ. اوعى بقى كده، بعيد عني بلا تاريخ بلا جغرافيا بقى. روح شوف لك شغلانه كده ولا افتح لك كشك. يا ريتني يا ريتني كنت اخدت اخي تاتون ابن اختي. كان زمانه مسدتني، ولا حتى كنت عملت لي مشروع كايزر زي الكايزر بتاعكم. انت مش شايف اوكتافيوس كبر بسم الله ما شاء الله، ربنا فتح عليه وفتح بلدان كتير. والله العظيم ما في حد جايبني الارض غير احباطك ده. انا زهقت يا شيخه وانا كمان زهقت على فكره. انت يا بت، انت يا بت يا هنومه. سيمارك سيمارك، الحمد لله على السلامه يا سيمارك. جبتي لي ايه معاك في الحرب بقى؟ هتحكي لي بقى دلوقتي ولا في المعبد بالليل؟ الله يسلمك يا هنومه. شوفي ستك عايزه ايه يا بت. ستي لهوي، تعالي هنا يا بنت. نعم يا ستي. لفي كده، انت ايه اللي ملبسك كده؟ وبعدين ايه الكحل ده؟ وريني متكحله ليه؟ انت مش عروسة النيل؟ عروسة النيل قطيعه، احنا في موسم جفاف. جفاف؟ طب خدي ده وغوري من هنا يلا طرقينا. حاضر. عرف ذوقك بلدي يعني. ما انا اتجوزت. اخرس قطع لسانك، انا ست ستها على فكره. انا صعب اكمل معاك خلاص، وحياه رغم انا عدلك فيها هلم تعابيني وهمشي من القصر ده. صدقي ان انت وليه نكديه وحلال فيك يمين الطلاق. ابقى اشوف مين هتغسل لك تاني. انت طالق. سيمارك سيمارك طفشتها؟ ايوه حصل. طب يلا بقى عشان انا عامله لك الباستا يا اسطى. ايوه بقى. بس الاول كتبت لي المعبد باسمي ولا لا؟ يا بت معبد ايه، انا بقول لك بقالي 7 سنين معتكره. طب كده شوف بقى يا حبيبي مين اللي هيعملك الكانيلوني.
عطلكشي. انا ايه اللي جابني مصر؟ فينك يا اوكتافيا؟ كانت ستة سلندر وشايلاني. بص يا بنت الناس، النصيب بينا لحد كده خلاص. ليه كده يا محمد؟ طب انا عملت ايه؟ طه انا اسف، احنا مش هينفع نكمل مع بعض. مش فاهمه يعني، ما قلتليش سبب مقنع. It's not you, it's me. كده ماشي، والله لو اوريك. حبيبك عايز يسيبك ويفلق، عايز حد يمسكه وعليه يحلق. اطمني، ما بقاش في حاجه تقلق. اتصلي على ثلاث ستات، ثلاث ستات بوليس العلاقات، معمول مخصوص للرجاله الافوات. انزلي يا رحمة. ايه يا باشا، في ايه حضرتك؟ ايه الرخصه؟ ايه حضرتك، في ايه؟ هو ده حضرتك مش عايز تتجوز ليها حالتها؟ ظروفي على قدها يا باشا، والله معيش فلوس. امضي هنا. معلش ثانيه واحده بس. ايه ده؟ ده كارد جواز. بس هو بصراحة أنا حاسس إنها مش لاقي نفسي. ومال؟ ندور لك عليها حبيبي. شوف كده معايا، دي نفسك وأنت في العجوزة، ودي نفسك وأنت في المقطم، ودي بقى نفسك وأنت عند أبو أدهم القواد. ندور تاني ولا لقيت نفسك خلاص؟ أنا تمام. تمام. مع بوليس العلاقات حماده مش هيعرف يتخلص، وعمره ما هيقدر يفلخص. المرقعه هنحط لها حد وهنخليه يخش في الكت. انا عندي فوبيا من المسؤوليه، بيجي لي بانيك اتاكس بالليل. دي حقنه فاليو هتهديك خالص. بصي، من الاخر بابا وماما اصلا مش موافقين على الجوازه دي. رد. بس انا مش فاضي حضرتك، عندي جيش. ايه دي يعني؟ مش فاهم. كده ما عندكش جيش. مهما كان السبب اللي هيقولهولك، مسرا عقلهولك، ولحد باب البيت نجيبه. طب ايه رايك بقى؟ انا جاي. بوليس العلاقات قوته فتاكه، حبيبك مش هيقدر يخلع بالشياكه. بصراحة أنا مش مستعد، وعلى فكرة العيب فيا أنا مش فيك أنت، أنت كويس. هو انا كمأذون عندي سؤال واحد. هو انتوا اللي هتتطلقوا؟ يا مولانا انت هتستظرف. ايه يا استاذ، انا بهزر معاكم يعني، بلطف الجو. طب خف بقى، بدل ما نخف لك الشنبك ده. يلا عاد انت، هو روح من بره. يلا حاضر يا معلم. يلا حضرتك استاذ عز. ايوه انا مولانا، والنبي خلصنا الموضوع ده بسرعه. الله يسيئك. خلصنا عشان نخلص من القرف ده. بس خدوا بالكوا، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ايوه يا مولانا، بس انا اتحمل اي حاجه الا الغدر. غدر؟ لا، دي معاك فيها حق يا ابني. ليه يا اخويا؟ هو انا غدرت بيك ازاي؟ ده انا شايلك انت وعيالك 10 سنين ومستحمله قرفكم. طب اشهد انت يا مولانا، دلوقتي الراجل لما يسيب حاجة في بيته مش الحاجة دي بتبقى أمانة؟ أكيد طبعاً. حلو، ولما مراته بقى تروح تبلغ على البوليس، والبوليس يجي ياخد الأمانة وياخدني معاها، مش تبقى بيت وقت يا غدارة؟ معلش حضرتك قلت بوليس، هي الأمانة كانت إيه بالظبط؟ بضاعة، بضاعة يا مولانا، مش موضوعنا. شحنة بودرة بمليون جنيه راحوا في حركة نسوان من بتوعها. حضرتك قلت بودرة؟ استأذن أنا حضرتك. اقعد استنى. حاضر. طيب تستاهل بقى اللي انا هقوله، عشان انت راجل ناقص وعينك زايغه. بص بقى يا سيدنا الشيخ، يرضيك بعد العشره دي كلها اروح انا اقفشه؟ يرضيك؟ يعني الخناقه دي كلها على الموضوع ده. يا ستي ده تلاقيه يعني شيطان ودخل بينكم يعني، وخير الخطائين التوابون. انت فهمت غلط خالص على فكره يا سيدنا الشيخ. هو انا حرميه؟
ما كل نسوان الكباريه قدامه ما لقاش الا البنت سعاد المعفنه اوسخ واحده عندي في الفرقه ويبص لها. طب انا عندي اسئله كتير جدا بس مش عارف ابدا منين. ما وريتك بس معلش حضرتك هو الفرقه ايه بالظبط؟ فرقه الريكلامات اللي مسرحاها. انت بتركز في حاجات غريبه قوي يا مولانا. وبعدين ما انا اللي مش مرتاح في بيتي يا هانم. انت ما بتقلعيش ولا بتتزوقي الا للغرب، وانا ماليش حق عليكي كزوج ولا ايه؟ يوما انت مش بتقدر حاجه، ما انا طول النهار في المطبخ وبالليل في الكباريه وبرجع اذاكر للعيال. ده انا محدود حيلي يا اخي. ويا ريتهم نافعين، ما قلت لك خليهم ينزلوا يشتغلوا بلقمتهم. ما عشان انت راجل جاهل، العيال ما لهمش غير التعليم، المدرسه والجامعه والشهاده في الاخر. معاكي حق بصراحه. أوه. الكبريهات والدعاره والنشاطات دي مفروض اكتيفيتيز بعد المدرسه يعني. ما تعطلهمش عن الدراسة خالص. طبعا طبعا. امال مين يعني اللي هيمسك الشركة بعد عمر طويل؟ بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ده في شركة كمان. الله طبعا. دي ايه بقى الشركة دي؟ شركة غسيل اموال كده ان شاء الله، بس ايه لسه في الاول يعني. قول كل والله حاجة. العظيم يا مولانا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان عايشة هي وعيالها عيشة كريمة. سرقت وقتلت وتاجرت في السلاح والصمت. ما شاء الله مجرم عصامي، برافو والله ما شاء الله. إيه طب يعني انت ما فيش امل في الصلح؟ لا خلاص كده، خليها بقى ترمي بياضها. والقايمه عندك اهي. قايمه حقي تالت ومتلت. قايمه احنا في بينا الكلام ده حنان؟ في ولا انا اخدك بقى وانضفك واكبرك في سوق وسط تجار الصنف وفي الاخر تسيبني وتخلى. انا عايزه البيت والمدفن والكباين ونص الذخيره اللي في المخزن. رحنا كده كتير يا ماما. لا يا حبيبي مش كتير، وهو ده اللي عندي بقى. خلاص يا مولانا خلصنا منك لله يا شيحه يا شيخه. والله العظيم. والعيال طه يا عيال يا عيال. ايوه يا ماما. تعالوا. ايوه يا ماما. وليد هيقعد معايا، خد كريم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا وليد يلزمني يا ماما. تعالى بقى. لا ماما وليد يلزمني انا. هات. معلش هو كريم عيان ولا؟ مش هتاخدني يا بابا؟ ما تقوليش يا بابا، ما حدش هنا يقول حاجه مش متاكد منها. يا جماعه يا جماعه، يعني في ولاد كمان والله حرام والله. ده انت بينكوا يعني عيش وملح يجي 25 سنه. 25 سنه يا مولانا؟ بقول لك 10 سنين بس. لا ما انتوا هتتسجنوا 25 سنه بالهباب ده. انتوا لو كملتوا كده يا جماعه الواحد بيقطع في التاني وسركم هيطلع لبره. اللي بينكم اكبر من كده. تصدق عندك حق فعلا. الموضوع جاي عليا بخساره كده كده، والبنت سعاد يعني ما كانتش مستاهله الصراحه. ما كانتش مستاهله. قول لنفسك معفن. خلاص يا بت بقى، خلاص حقك عليا. يا بت. مش مستاهل كده. طب عوضك بشحنه لبنان وعليها غوشتين من فلوس الصفقه اللي جايه. اوافق؟ اوافق؟ ماشي خلاص. انا كمان اسفه ان انا بلغت عنك. حياتي انت. الحمد لله. ايوه كده الصلح خير يا جماعه. استاذن بقى عشان انا عندي فرح. استنى بس كده. ايه ايه بقول لك يا بت؟ ايه ما تيجي يلا قدام العيال كده. معلش يا مولانا، اصل دخول الحمام مش زي خروجه حبيبتي. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش نسيبك تمشي بعد كل ده. يو نو تو ماتش. ميرسي جدا 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 يا جماعه. انا احب اشكر استاذ طارق الجناني واستاذ احمد الجنايني وباسل مبارك وشادي اسحاق من الاخراج والممثلين الجامدين جدا اللي انا اشتغلت معاهم. احب اشكر المؤلفين فرقه افتكاسات وفرقه بساطه. ميرسي جدا ليكم انتوا، شرفتونا النهارده ونورتونا، ويا رب ما نكون تقلنا عليكم. ميرسي جدا. ثانك يو.